شاي بالنعناع يا سيد المعلمة. تسلم ايديك يا سناء، حطيها عندي لحد ما اخلص. وخلي امي تيجي تستلم بنفسها الفيشه، مش كل شويه تحرجيني مع الراجل. ما الفيشه هي اللي كل شويه بتسخن. ما انت لو صنايعي شاطر مش هتخليها تسخن. فيشه سافله. عندها امك. امي نايمه في اوضتها. طب بقول لك ايه يا زيزو؟ ايوه يا ستي. ما تعرفش من غير لمس بقى. الله، خلاص يا اخويا من غير لمس. جسمي بيقشعر. خلاص خلاص. ما تعرفش محامي كويس؟ اعرف، بس عايزاه ليه؟ اصل انا عايزه اتطلق. تتطلقي؟ الراجل لسه مرمي في الحبس، تروحي تتطلقي؟ بقول لك ما تستهبلش عليا، انا عايزه اتطلق. علشان عشان مين يا اختي؟ عشانك. ماله يا بنت المجنونة؟ عايزة تخلفي ازاي يا بنتي واحنا في الوضع ده؟ طب اعمليها بس كده وانا ادفنك هنا في قلب الشقة. خلاص يا راجل يا شملول، اتجوزني. الله، امال احنا متنايلين بنعمل ايه؟ ما نعمل لك ايه يا زيزو؟ هموت واخلف قبل ما اقطع. برضو؟ خلاص، روحي اتقدم لي. اعمل فيك ايه بقى؟ اخنقك كمان؟ اخنقك عشان اخلص منك؟ الغيرة القاتلة. موتي موتي عشان اخلص من زنك. هقول لك حاجة، بذمتك ودينك لو رحت اتجوزت واحدة هتلاقي احلى مني؟ هلاقي ايه؟ طب هتضيع؟ هتلاقي واحدة تنغنشك وتغلس عليك زيي؟ لا. هتلاقي واحدة تدلعك وتعلي مزاجك زيي؟ في دي بقى انت عاملة الصح وزيادة. اتصل. انا قايم. ايه ده، تعالى. رايح فين؟ عندي حاجات كتير عايز اعملها. لا استنى، عايزك في موضوع مهم. عايزه ايه يا ستي؟ خد عد لي الحاجات دي لغايه لما اروح كوبايتين عصير واجي. ايه ده، الفلوس دي مسروقه ولا ايه يا بنت؟ داخل انت بقى عليا بالارشينات فاكراني هتخض؟ ولا ياكش تكوني فاكره فلوسك دي فلوس يا بت ولا انا محتاجهم؟ ماشي يا اخويا، ماشي يا عم المستغني. طب ورحمه امي ما هم راجعين يا بت؟ انا اصلا شاكك في الفلوس دي، وانت بصراحه ربنا مش عارفه تفهمين الفلوس دي مسروقه من ابوكي ولا جايباها منين بالظبط. هقول لك يا زيزو عشان اخلص منك. الفلوس دي اللي سابها لي بهلول قبل ما اخش السجن. قولي كده، الفلوس اللي سرقهم بهلول ودخل بيهم السجن؟ ماشي. اللي ماشي، ما بتشتغلش في فلوس مسروقه يعني؟ حد الله. لا والنبي، ليك بس في الحب الحرام. دي حاجه ودي حاجه، ولا عايزه حياتي تبقى كلها شمال؟ طب هقول لك على حاجه، خدهم مني قرض وسددوا على مدى الحياه. يا زيزو نفسي يكون ليا حته قد كده جواك. يا بنت ده انت الحته كلها. لا والنبي صحيح. او ربنا. يا نهار اسود، ده انت الحب والمب والاسد والدب. ايوه كده، دول معايا بقى. وسيبني يا زيزو اتدحلب كده لغايه لما عسكر جواك. غيرش انت بس اللي ساعات بتقوم معقر ومعصلج معايا. مين ده اللي يعقر ويعصلج؟ لا انا في الحاجات دي بقى مطيع طاعة عمياء. شرف يا ابن الكلب. يا نهار اسود، ابويا والنبي لا، ارمي المسدس، ما تغطيش نفسك في ده، ده جوزي. انتوا بتضحكوا عليا ولا بتعملوا ايه؟ قالت لك جوزها يا معلم. جوزها ازاي وهي متجوزه يا ابن المجنونه؟ ما تجيب الورقه يا بنت. ورقه ايه اللي هتجيبها؟ انتوا هتجننوني. اتطلقت يابا، والله العظيم اتطلقت، رفعت عليه قضيه واتطلقت للضرر وطلعني من السجن. اخرسي خالص. اسمع بقى يا معلم، ما تفتكرش ان انا خايف من طبنا اللي في ايديك. بنتك مراتي، انا ما عملتش حاجه غلط. لو خلصت علينا مش هستفيد حاجه، رجعتك هتبقى بجلاجل. رجعتين دول اصل، وعندي منهم صور كتير قوي ممكن يغرقوا شارع عبد العزيز كله. وبعدين يعني يقولك لو واحده من دول راحت لابنك الباشا ظابط. هيتجوزني شرعي يابا، والله العظيم هيتجوزني شرعي. خاصي خاصي
عرفت توطي راسي قدام الكلب ده، عرفت تلتقي ابن مين. بره، اطلع بره. سامحني يا بطش. قولي لامك لو طالب. مالك يابا؟ طالب بالتلاتة. أبويا أبويا. ما تتكلمي يا سلام، وقع من طوله فين وبسبب ايه؟ مش لما يقوم بالسلامة الأول وبعدين نبقى نسأله؟ وانت صوتك بس يا حماتي. الله، احنا في مستشفى، ما ينفعش نعمله إزعاج كده. ياما بقى نطلع كلنا بره. رد عليا، رد عليا، ده احنا ملناش حد غيرك، احنا ولا نسوى. الدكاترة قالوا ايه؟ قالوا سكره عالي فجأة وادوله الأدوية اللازمة، وإن شاء الله هيبقى كويس يا رب. بلغتي جوزك ولا لسه معرفش؟ بلغته، بس هو في مأمورية وسبت له خبر. أبا رد عليا يا أبا. أبا سيبيه بقى باللي هو فيه، مش عايزين مناحة. إياك بس ما تكونيش السبب أنت وأمي. ده وقت الكلام ده دلوقتي يا كريمة؟ والنبي هدو، بس تعالي معايا سناء بره. والنبي تعالي. كده يا زيزو تسيبني كل ده لوحدي؟ ابويا جوه بيموت، اوعى تعملها فيا وتسيبني. مش وقت يا سناء، انا دفعت مصاريف المستشفى، ولو عوزت اي حاجه بعتيلي. يلا خليك جنب ابوك. زيزو هتتجوزني؟ قلتلك خليك جنب ابوكي. يلا. اللي بينك وبين سناء خلى الحاج الشرشبي يقع من طوله ويجي على المستشفى. تعالي، الموضوع ده ما يخصكيش، انا جيت اعمل الواجب وخلاص. لسه بعرفك من عينيك يا زيزو، بعرفك لما تتوه وما تلاقيش حاجه مقنعه تقولها. اهي التوهه اللي بتتكلمي عنها دي لك نصيب كبير قوي فيها. لما تروحي بيتك بصي في مرايتك هناك في شقه عاصم، واسالي نفسك ازاي القلب اللي داق طعم الحب ممكن يتأجر مفروش لأول واحد ممكن يدفع، حتى لو كان من غير خلوه.